سائق الصهريج وصل إلى مدينته الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك بعد إنقاذه من قبل أهالي الناصرية من موت محقق. وقد وجه رسالة شكر وتقدير إلى أهالي الناصرية الذين هبوا لنجدته وإنقاذه. دعونا نتابع. الحمد لله على السلامة. طبعا الرجال القلب بالصهريج بالناصرية وأهل الناصرية نقضوا. شو تقول جماعة الناصرية؟ جماعة الناصرية ناس ولا كل الناس، شجاعة أخلاق أصل ما ينوصفون، كل صفات الشجاعة عند هاي الناس. وما حد يقدر لولا شسوا بحياتي ما أقدر أكافئ هذه الناس. والحمد لله والشكر على كل حال أن الله سبحانه وتعالى نجاني وخطاني عمر جديد، والحمد لله على كل حال. طبعا نشكر أهل الناصرية وعموم محافظة ذي قار على سووا هذا الرجال، وتحياتنا لكم.